كلمة تعالي هنا بدل ما اجيبك من شعرك. سيبيني خمسة يا أنجا، في ايه بالظبط مش فاهمة؟ ممكن تتكلمي معايا أنا؟ اتوكس محمود وروحي معايا. يلا يا حلوة. باي باي. باي باي. يلا يا بيبي. بحبك قوي يا تبقى. مع السلامة. باي 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 باي. سلام عليكم. باي باي محمود. يا حلو تعبت محمود. عمرك يا مولاي. اخطايا يا محمود، اخطايا احتل دقاوين البلد كلها بالجيش اللي تبعه. وانت عرفت الخبر ده ازاي يا مولاي؟ صفحة احنا اسفين يا اخطايا مغرقة الدنيا بالخبر. تنايم على ودانك يا محمود بيه، تعداد جشمي قد ايه يا حودة؟ احنا تعدادنا اكبر منهم بكتير يا مولاي، ومجهز على اعلى تقنية، بس دي تبقى حرب اهلية. بص يا محمود، انا عارف ان في 70-3 بيلعبوا جوه القصر، وانا بحذر بحذر، لو عرفت مين بيلعب جوه القصر هلعب معاه. انا صاحب القصر والعب براحتي. مولاي مالك النهارده في ايه؟ اللي انا عايز اقوله لك يا محمود ان انت قائد الحرس بتاعي وانا الملك، واجب عليك تحميني. احميك يعني اعمل ايه؟ يعني تقتل اخطاي. ايه؟ اقتل اخطاي؟ ايوه اقتل اخطاي. يعني عايزني انا اقتل اخطاي؟ يا عم ما تعدي الجمله يا عم، خش بعد اقتل اخطاي. يعني ما تقولش اقتل اخطاي. نلجأ للمحاكمات يا مولاي، قضاءنا الشريف. القضاء ده كمان فاسد ولازم نطهره، واخطاي لازم يتقتل. انا اسف يا مولاي، ما اقدرش اغدر. الجيش المصري واجه ما يغدرش. بعد اذنك يا مولاي. اذنك معاك يا حودة، اديك عرفت القصر، يبقى تعالى. سلام يا حودة. وفي خضم هذه الاحداث، في خضم كجملة صعبة جدا، في وسط كل اللي بيحصل دول، تكتشف شجرة الدر ان عز الدين اي كان متجوز قبل كده واحدة عرفي، ومخلف منها عيل أهبل اسمه منصور لهبل. وين يا وين يا وين يا وين يا وين وين يا وين يا وين يا وين يا وين؟ شكلك على الأبيض، أبويا بقى الريس، أبويا بقى الريس. قال له صحيح يا وين، أنت بقيت الريس ولا ده حوار أنت مركبه علينا؟ لا أنا اللي بقيت الريس، أخيراً وصلت للكرسي ده بعد 80 سنة. الكرسي ده بتاعي لوحدي. يا بتاعنا. ما تشدش. ما تشدش أنت. بقول لك بتاعي لوحدي. بتاعي. خد تعالى أقول لك يا حبيبي، تعالى شوف أنا جايب لك إيه. خد الحصان ده وروح العب بيه مع عمو سلامة. روح. 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 عمو سلامة يا عمي. أيوة يا منصور يا. بص يا عم سلامة يا عم، الحسان ده حلو قد ايه؟ معلش يا حبيبي انا ما بعرفش ابص. شوف يا عم سلامة يا عم، الالوان فيه عبقرية، بسم الله ما شاء الله. انا ما بشوفش يا ابني، ما بشوفش. انظر يا عم سلامة يا عم، بطن الحسان مخروطة خرطة، الواد صنايعي. ما بنظرش يا ابني، ما بنظرش. طب اعمل ايه يا عم سلامة؟ شوفه كده. وريني وريني. والله ده ايه الحصان الحلو دون؟ يا انا هلعبك لعبه حلوه ياض يا منصور دلوقتي. الحصان ده اهو، شايف الحصان؟ هاكله جوه بطني كده اهو. ايه رايك؟ في ايه؟ انا اكلت الحصان اهو. ما ده هيجيب لك انت مشاكل. انا خلاص الحصان بقى جوه بطني. ايوه انت اللي هتتعب. هو الحصان معايا اهو. ما انا عايز الحصان. مفيش حصان. لا هتجيبه يا عم سلامة. مفيش حصان. لا هات الحصان يا عم سلامة لو سمحت. مفيش حصان. عم سلامة انا زعبلاوي وممكن اعملها معاك. حصان. ايوه هاتوا. طب بص اوريك 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 اوريك. اوه طلعته من ودني، خد يا عم الحصان. ده احسنك انت يا عم سلامة. هو يا ابني الحصان بتاعك. مش ده الحصان بتاع عم سلامة؟ بص ايديك انا مصدع من الصبح. هات حصان. الحصان اهو يا حبيبي، اهو الحصان بتاعك اهو. عم سلامة انت راجل كبير وقد ابويا ومش عايز اعملها معاك.
يا حبيبي الحصان اهو يا حبيبي اهو اهو بالوانه بص الصنايعي اهو اهو يا ابويا يا ابويا خدي الحصان يا ابويا خدي الحصان يا ابويا خدي الحصان خدي الحصان يا ابويا خدي الحصان خدي الحصان خدي الحصان يا ابويا خدي الحصان اهدى اهدى ايه اللي خدته منه ده يا سلام افتح لي بطني وهات لي الحصان بتاعي حاضر 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 ايه هتفتح بطني حاضر ايه معلش الواد عبيط خد خد روح العب هناك هو فعلا الولد ده عبيط عبيط بس ما تسيحش والنبي لا انا هقول لمصر كلها بس مولاي مولاي الحق الحق خير يا مرعوب شجره الدر جت جت طب خليها تخش بس خد معاك الواد ده واوعى ترعبه يا مرعوب اتكلوا على الله بسم الله الرحمن الرحيم القزم ده لا تيجينا ولا نيجيك صاحب البيت اسمه محمد بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم انت بعت لأقطاي عشان يجي هنا؟ ايوه يا شجرة وفهمه ان انا اللي عايزاه؟ ايوه يا شجرة الحرب خدعة انا مش مصدقة طب انا هبعت لأقطاي واقول له اني ما طلبتوش ايه يا مولاتي هو نغاب القرد العب يا ورداتي ياه قلبك الطيب الشريف النبيل المصلي بقى اقطاي تاني انت بتشبهيني بالفاسد ده اما كنتش تشبهيني صح ما تشبهنيش عموما الفاسد اللي انت بتتكلم عليه بكره التاريخ هيثبت اللي ليه واللي عليه مولاي مولاي الحق الحق خير يا مرعوب اقطاي جه بره جه لعذر خليه يخش يا مرعوب حاضر مولاي أقطاي أفندم أنا موجود أنت عايز إيه يا شجرة العنب أنت؟ كل شوية تبعت لنا ولا إيه؟ إزيك يا أقطاي أنت اللي بعت لي؟ أيوة أنا اللي بعت لك يا أقطاي عايز إيه؟ عايز كل خير ولأول مرة يجتمع أقطاي مع عز الدين أيبك مع شجرة الدر وكان رابعهما الخيانة حيث اتفق عز الدين أيبك مع أردوغا على أن يقتل أقطاي ودفع لأردوغا مبلغ من المال في كيس من القطيف الأحمر ذهب أردوغا إلى أقطاي سلم عليه قال له تفضل ثم أخرج خنجره وقتل أقطاي مات أقطاي ولكنه قاوم وقام مرة أخرى فقال له ألم يكفيك خنجر واحد وذهب أردوغا وقتل أقطاي هنا مات أقطاي ثم قام مرة أخرى ثم وقع من تأثير الضربة حاول أن يقاوم لم يستطع زحف